لقد قمت بتأدية فريضة الحج قبل 3 سنوات ولله الحمد، وذلك بصحبة بعض الأقارب. وفي اليوم 12 من ذي الحجة أردنا أن نرمي الجمرات ونتعجل، وفي الساعة 8 ظهرا تقريبا ذهبنا لرمي الجمرات، وفي الطريق قابلنا بعض الأشخاص الذين قالوا لنا إن الجمرات حولها زحام شديد، فبدل إخواني وأقاربي رأيهم وقالوا إذن ننتظر إلى الغد، يعني اليوم 13، أي أنهم لا يريدون أن يتعجلوا. عند ذلك ذهبت أنا إلى المسجد لأداء صلاة العصر، وبعد الصلاة جلست في المسجد لأن إخواني وأقاربي قالوا نريد أن ننتظر إلى الغد إلى اليوم 13، ولكنهم بعد العصر رجعوا إلى الجمرات ووجدوا فرصة ورموا الجمرات ورموا عني، لأنهم بحثوا عني ولم يعرفوا أني في المسجد، وقالوا إننا خفنا عليك من الزحام بجانب أننا لم نجدك في الخيمة، وكان عمري آنذاك في 18. ما حكم حجي؟ جزاكم الله خيرا. حجك صحيح والحمد لله، ولكن عليك فدية عن ترك الجمرات في هذا اليوم، لأن توكلهم عنك بغير إذنك وبغير عذر لا يصح. اعتذري أنك لم ترمي الجمرات في هذا اليوم، فيكون عليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. إن ذهبت وذبحتيها الحمد لله، وإن وكلت من يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم كفى هذا. وإن كنت لا تستطيعين ماديا، يعني ليس عندك مال تذبحين، فإنك تصومين 10 أيام. نعم.